السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد شبراوي وأنت بتشوف قناة الصفا والعود والعطور. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا يشغل بال كتير من الناس، اللي هو زيت الزيتون. هل زيت الزيتون هو مفيد للشعر؟ الحقيقة زيت الزيتون مفيد جدا للشعر، بس وكمان هنعرف إن زيت الزيتون إيه فايدته للشعر وإمتى نستخدمه وإمتى نستخدمه مع زيوت تانية. الحقيقة إن زيت الزيتون من أفضل الزيوت اللي هي مضادة للأكسدة، وعشان نفهم يعني قشرة الشعر بتيجي من ايه بتكون عملية الفطريات في الشعر، فبالتالي هي بتيجي القشرة. طيب استخدامك لزيت الزيتون وخاصة زيت الزيتون للشعر الدهني هو مفيد ومفيد جدا للشعر. طيب نخلط زيت الزيتون على ايه او نستخدم زيت الزيتون على ايه؟ الحقيقة هو ليه كذا استخدامات لزيت الزيتون، خلطات يعني تقدر ان انت تعمليها في البيت بشكل سهل جدا وتستخدميها للشعر. طيب نقدر نضيفه على ايه زيت الزيتون للشعر الدهني؟ الاول قلنا ان هو بيفيد في عملية القشرة والحكة، والحكة اللي هي فروة الشعر نفسها، وكمان بيعمل عملية تطويل الشعر ومفيد جدا في عملية تطويل الشعر. طيب يقدر يطول لك شعرك على فكرة في شهر، بس انت لو استخدمتيه بشكل مناسب يعني. طيب تضيف على ايه زيت الزيتون؟ زيت الزيتون تضيفين ممكن على زيت الخروع. زيت الخروع طبعا من الزيوت المفيدة جدا للشعر، لفروة الشعر واللي هي بصيلات بتاع الشعر نفسها. طيب طبعا الاضافات طبعا يا جماعة، والمقادير والحاجات اللي تضيفي ايه بالظبط على ايه المقادير، طبعا انا هسيبها لكم في الوصف، فتقدر ان انت ترجع للفيديو تدخلي على المقاله، فيها شرح وافي لكل شيء ان شاء الله هيفيدك الخلطات. وعلى فكره الخلطات مجربه وهي ماسكات طبعا مصادر اجنبيه، فكمان ليها تبع وزاره الصحه العالميه، كان تقرير منشور في الصحه العالميه، فاحنا حابين ان احنا نفيدكم بالموضوع. طيب زيت الزيتون كمان تقدر ان انت تضيفيه قلنا تضيفيه لزيت الخروع وكمان للعسل اللي هو شمع العسل. شمع العسل كمان مفيد جدا للشعر. طيب والزنجبيل، الزنجبيل كمان مفيد جدا للشعر. كل دي زيوت تقدر ان انت تعمليها. طيب انا جمعت لكم الزيوت اللي هي مضادة للأكسدة اللي بتتفاعل مهمة جدا، اللي هي مضاد الاكسده عشان ما يتكونش الفطريات اللي هي بتعمل القشره وبتعمل حكه الشعر، وكمان بتعمل مشاكل الشعر وبتوقف نمو الشعر، وكمان بتعمل عمليه تقصف. فاحنا لو قضينا على الاكسده حاجات مضاده للاكسده طبعا مش هيجي فطريات، وفي نفس الوقت الشعر هيبقى بصحه كويسه وهيطول بشكل عملي وبسرعه.